استاذ خالد، هل تعتقد ان حل مساله الكرديه في اطار الدوله الوطنيه القطريه بتطبيق كافه حقوق المواطنه كافل الشعب الكردي او للشعوب الكرديه او القوى الاكراد، ولا هناك طرح اخر في اطار الاصرار على دوله كرديه تاريخيه؟ نعم، اعتقد ان الظرف الان اصبح مناسب لكي يتم مناقشه المساله الكرديه في مشهد. اعتقد ان مؤتمر او ندوه بهذا الشكل الموسع لمناقشه المساله الكرديه لم تحدث قبل، فتعتبر هذه سابقه في مجال البحوث التي مركز جزيره الدراسات وبالتعاون مع المركز العراقي هم السباقين في هذا المجال، وهي خطوه اولى. اعتقد سوف تاتي بعدها خطوات ثانيه لمناقشه هذه المساله. في هذا المؤتمر تم مناقشه المساله الكرديه بشكلها العام، حضر باحثون وسياسيون عرب من جميع الوطن العربي ومن الجانب أيضا الكردي في إيران وفي تركيا وفي سوريا. ممكن مستقبلا ممكن يتم مناقشة المسألة الكردية جزئيا، الآن تتم مناولتها بشكل كامل في المشرق. الخطوات الثانية التي سوف تتبعها والمركز العراقي سوف يكون في هذا المجال، الخطوة الثانية هي المسألة الكردية سوف تكون في أربيل، الندوة الثانية سوف ينظمها المركز العراقي في أربيل، وسوف تكون تحديدا مسألة الكردية في العراق. فأعتقد أن هذه خطوة تعتبر بداية مبشرة بخير لحل هذه المشكلة التي لطالما أرهقت الشعوب لعقود وسنوات طويلة.